تمثل الأسلحة القديمة والتاريخية معلما وطنيا بارزا لما لها من بعد حضاري في التاريخ السعودي. زميلنا فيصل ملحم زار متحف السلاح ورصد لنا هذا التقرير، خلونا نشوفه. الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى عام 1727 هو من أهل هذه الأرض، أرض الجزيرة العربية، أرض الحرمين، ومن فرسانها، من أنواع أسلحته، ومن اللي خاضوا فيها معارك تأسيس الدولة السعودية الأولى. كانت أسلحتهم أسلحة بسيطة، لكن الفرسان هذول كانوا مسلحين بالعزيمة وبالشجاعة وبالبطولات قبل أن يتسلحوا بحمل سلاحهم. كانت أسلحتهم السيوف والرماح والشلف والبنادق، الكبسون والصوان والفتيل والمقمع. هذه من أنواع الأسلحة اللي استخدمت في الدولة السعودية الأولى. بعد سقوط الدولة السعودية الأولى وتدمير الدرعية بالكامل، كان الإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية العام 1824 كان يأسس لهالدولة من غار اللي في عليا الوحدة. أسس هالدولة الإمام التركي بن عبد الله وجعل عاصمتها، نقلها من الدرعية، كانت صارت عاصمتها الرياض. وكانت من أسلحته، تطورت أسلحته نوعا ما، صارت السيوف تحمل معهم، السيوف والشلف والرماح، لكن وصلت لهم البنادق اللي هي الريفل اللي هي الرصاصة الطلقة، والبنادق الماطلي، البنادق الريفل، والبنادق النبوت. فحتى يعني فعلا اتسعت أرض الدولة السعودية الثانية، حتى وصلت إلى دومة الجندل، إلى وصلت إلى حدود العراق، إلى وصلت الخليج، جنوب المملكة كلها. بعد سقوط الدولة السعودية الثانية، وكان آخر أئمتها الإمام عبد الرحمن الفيصل والد عبد العزيز، كان عمر عبد العزيز ذاك الوقت ما يتجاوز 16 سنة. كان عبد العزيز طولة هالفترة هذه في الكويت ويردد بيتين شعر له يقول: يا دارنا لا ترهبين، لابد ما نرجع عليك، أعطيك أنا العلم اليقين، لو ننتحي لازم نجيك. وكانت من أنواع أسلحتهم الشلف والرماح والسيوف والبنادق المارتين ومصبع والدكس، وضم أقاليم نجد، وضم أقاليم الحسا، وضم الدلام، وضم حتى عام 1915 بعد معركة إجراب وصلت للمؤسس أسلحة أم خمس. فاستمر بالأسلحة هذه حتى ضم شمال المملكة، وحتى عام 1925 ضم الحجاز. وصلت له البنادق اللي يسمونها سواري عبد العزيز، واستمر بالأسلحة هذه حتى توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932. وصلت لهم البنادق البلجيك الطويلة والقصيرة اللي كانت تحمل اسم المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن وولي عهده سعود بن عبد العزيز، وتحمل شعار الدولة السيفين والنخلة.